يقول السائل: أمي تمنعني عن الذهاب إلى الصلاة على الجنائز، وتقول لا تذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز واجلس، وقولها هذا من دون سبب، فهل يلزمني أن أطيعها في ذلك؟ لا، قل له ما رحت، قل ما رحت، ألا تدري عنك، رح وصل على الجنائز لتحصل على الأجر إن شاء الله. نعم. ولكن لا تزعلها وتقول أبا أروح، لا تقول كذا، قل إن شاء الله إن شاء الله، وراح واعمل الخير، لا تخبرها بذلك. نعم.